السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أنيمال غيدي زامي، معكم أخوكم حمزة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، فيديو في الطبيعة كما كتشوفوا. إن شاء الله غادي اليوم عندنا واحد تحدي أنا وصديق ديالي والأخ حمزة النادي. تحدينا يعني بعضياتنا أننا يعني نلقاو بعض الأعشاش ديال الطيور البرية هنا في الغابة. فمن بين الطيور المتواجده هنا في الغابه كاينين بزاف، كاين طائر الحداد، كاين طائر الحسون الظالم، كاين جحموميه، كاين ايضا ابا الحناء، كاين طيور كثيره وكثيره جدا. فان شاء الله خليكم معنا في هذا الفيديو هذا وهذه المغامره هذه، غادي نشوفوا ان شاء الله فيها بعض الاعشاش ديال الطيور. والا تعرفتوا نتوما على بعض الاعشاش يعني ما كرهناش تكتبوهم لنا في الكومنتيرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة، هذا هو العش الأولاني، احنا نتفقده إن شاء الله. نشوفوا، خليكم معنا. اللهم بارك، هما فقصوا كما كتشوفوا. اللهم بارك، هادو فراخي ديال طائر الحداد. هاهي الأم ديالهم، هيا اللهم بارك. كما كتشوفوا هذا هو قصر ديال بيرديكاريس، موجود في منتزه الرميلات في طنجة. بالنسبة للعش الثاني الإخوان هو هذا، هاهي الأنثى كدور حدا العش. كاين العش في هاد الشجرة هادي هنا، وكاين العش في هاد الشجرة هادي في هاد البلاصة هادي، غير يعني ما نقدروش نطلعو لهم حيتاش واحد شوية يعني الشجرة عالية، وبالتالي يعني ما نستطعوش يعني نوصلو تما. هي وانت دخلت العش، هاهي دخلت العش في هاد الشجرة. كاين الصوت ديال الفريخات، يعني ما نقدروش نوريكم للاسف. ما عندناش معدات باش نطلعوا في الشجار، وبالتالي يعني غنمشيو للعش موالي.
ثم الاخوان كاين واحد العش هنايا فهاد الشجره هادي غنهبطو ان شاء الله باش نتفقدوه. كعمل الفيديو وبقى تحرك بالعود يبان لك كاين فروقه ولا لا؟ كنت واعد يجيك مره شويه في المياه عندها الفروقه هادي نتوما كتكون هاي دخل هنا دخل هكا خلاصة هي هادي الاخوان، يعني جبرنا جوج ديال الاعشاش ما شاء الله عامرين، وجوج ديال الاعشاش ما استطعناش يعني اننا نوصلو لهم، وهادشي اللي كاين يعني ما صدنا والو، ما دينا حتى شي حاجة يعني غير ولاعه وصافي. فكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وعطيونا النصائح ديالكم الا كان الا بانتكم شي حاجة ماشي هي هاديك، رشدونا ليلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.